أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا دعيت إلى طعام عند نصراني فهل يجوز أكل طعامه وأنا لا أدري هل سمى على ذبيحته أو ذكاها أم لا؟ الأصل الإباحة، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهي الذبائح، ذبائح أهل الكتاب، فما لم تعلم أنها لم تذكى تأكل منها بناء على الأصل، وإذا تورعت عنها كل من الطعام، كل من الرز، كل من، واترك اللحم إذا شككت فيها أو صار عندك، اتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كل من الخضار، كل من الرز، كل من الطعام. نعم.